مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد مره تانية. شكرا جزيلا لزميلتنا فيفيان على التقرير الجميل ده، وشفنا مع بعض اراء الشباب وهنعلق تعليق بسيط كده على ارائهم ونشوف فعلا هم ممكن يروحوا ولا لا. والغريب ان التناقض الرهيب اللي عندنا ان احنا بيبقى عندنا استعداد عالي جدا ان احنا نسافر بره مصر ونشتغل في بنزينة نغسل صحون، ولكن بره مصر. جوه مصر الناس بتقول لك هروح بس لو المرتب يستاهل. طب يا ترى اللي يستاهل ده قد ايه؟ تعال نشوف بقى كمان تعليق ضيفنا على الموضوع ده وتعليقه كمان على اخبارنا النهارده، الكاتب الصحفي ربيع شعبان. اهلا بحضرتك معانا، منورنا. صباح الخير. صباح الفل. رايك ايه في كلام الشباب؟ اغلبهم معظمهم قال انا هروح بس لو المرتب يستاهل. رايك ايه في الموضوع ده؟ هو طبعا يعني هي عندنا مشكله، هي مشكله تعتبر مشكله كبيره، هي ثقافه المرتب. هو الشاب او مجموعه الشباب اللي احنا بنتكلم عليهم او اللي احنا شفناهم في التقارير لسه ثقافة العمل الحكومي والمرتب والعائد والإيراد اللي هيجيني من الشغل هي دي الأساس بالنسبة له. إنما إحنا لو اتكلمنا فكرة المشروعات وفكرة إن أنت يكون عندك عمل خاص تقدر تفتح بيه منفذ رزق وتوفر بيه كم فرصة عمل، طبعا دي بالنسبة للشاب. إنما لما نيجي نتكلم على دور الحكومة، هو طبعا عايزين نتكلم على المدن الجديدة عامة، لازم تتكلمي عن كل الإمكانيات اللي هي تؤهل الشاب انه يقعد ويستقر ويعمل مجتمع سكني وعمراني جديد في منطقه او في مدينه من المدن الجديده. فطبعا هي الاراء بتتباين وبتختلف من حد للتاني، وطبعا يعني مع تشجيع الدوله للفتح فرص عمل وفتح اماكن جديده في المدن العمرانيه الجديده، والشباب المفروض ان هو يكون عنده حافز وعنده اقبال وتطلع دايما، لان خلاص بقينا يعني متكدسين فوق بعض طبقات، فالمستقبل كله في المدن الجديده دلوقتي. صحيح، وان شاء الله يا رب الموضوع ده يبقى حقيقي وتلاقي فيه اقبال من الشباب على تعمير يعني الصحراء والمدن الجديده، وان احنا فعلا الحيز العمراني بتاعنا يبتعد كثيرا عن التكدس في القاهره وفي المحافظات الاساسيه. صحيح. الخبر الاول معانا انه الرئيس بيوجه بتحقيق نهضه زراعيه شامله لتوفير الامن الغذائي وتحسين اوضاع الفلاح، وده اللي اكده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس. اكد على اهميه زياده مساحه او مساهمه قطاع الزراعه في الناتج المحلي الاجمالي، لا سيما ان العاملين في هذا القطاع يبلغون نحو ثلث القوى العامله في مصر، كما ان سكان الريف يمثلون اكثر من نصف اجمالي تعداد السكان. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بضروره العمل على تحقيق نهضه زراعيه شامله تسهم في تحقيق الامن الغذائي وتضمن تحسين اوضاع الفلاح المصري وتحديث اساليب الزراعه، وتؤدي ايضا الى توفير منتجات زراعيه عاليه الجوده، فضلا عن العمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال الاعتماد على الصناعات اليدوية لتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها. جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالإضافة إلى وجود الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة. تعليق حضرتك على الخبر ده ايه؟ وفعلا احنا عندنا نسبه كبيره جدا من العاملين في القطاع الزراعي. هو في حقيقه دي تصريحات مهمه جدا جدا للسيد الرئيس في الوقت اللي احنا بنتكلم على الزراعه ومصر، واحنا في قناه مصر الزراعيه، ومصر زراعيه من الاساس. صحيح. فلما تتكلمي على الزراعه حضرتك بتتكلمي عن خط الدفاع الاول، الامن الغذائي، الامن القومي، اللي المفروض ان احنا لما نيجي نتكلم برضو على الزراعة يبقى في خطة عمل، خطة النهضة اللي بيتكلم عليها السيد الرئيس ليكون ليها ملامح وخطوط حمراء وأساسيات، لازم ان احنا نكون ملامح واضحة. حضرتك بتتكلمي على تصريحات السيد الرئيس بالنسبة للاهتمام بالفلاح، الفلاح في الفترة الأخيرة عانى ويعاني ولا زال يعاني، ويعني محتاج ان هو اللي يمد من يمد له يد العون. لما بتتكلمي عن الفلاح، والفلاح تعتبر او الزراعه بشكل عام هي الـ 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 الاساس في التنميه الاقتصاديه اللي بيبنى عليها كل حضاره يعني على مر العصور. لما بتتكلمي عن توفير خطه لتوفير سلع
او محاصيل استراتيجيه زي القمح زي الذره زي غيره وغيره الارز. انت بتتكلمي عن فعلا تامين الامن الغذائي، يعني ان احنا نكون في نهضه بالفعل نهضه زراعيه. فطبعا ربنا يكرم ان شاء الله وتكون يعني الخطه تلاقي قبول على ارض الواقع يا رب ان شاء الله. ويكون طبعا مشروع الواحد ونص مليون فدان له دور كبير في طبعاً تطوير القطاع الزراعي والاضافه ليه والمحافظه على الارض القديمه الموجوده دلوقتي. حضرتك يعني لسه بنتكلم على نسبه تعديات ملهاش حل، نسبه تعديات القرى والاقاليم خلاص يعني لضمت في بعضيها من كتر المساكن. واتمنى ان يكون في حل وفي وقفه من الحكومه للتعديات على الارض الزراعيه القديمه. يعني مش معنى ان انا بتكلم على نظرتي للاراضي الجديده وتعمير الصحراء ان انا خلاص اهمل الارض القديمه. الارض القديمه دي اصلا ما تتعوضش، يعني لازم يكون في حل لمشكله التعدي على الارض الزراعيه ويكون القانون واضح وتطبيق واضح بالنسبه للتعديات على الارض الزراعيه. بس حضرتك شايف ان الموضوع ده قل شويه، يمكن موضوع التعدي كان زايد قوي في بعد الثوره، ولكن دلوقتي الحمد لله الدوله استعادت هيبتها مره ثانيه. في اجراءات صح بتبذل وفي ازالات بتنفذ على ارض الواقع، ولكن يعني بالنسبه للفلاح وبالنسبه للزراعه محتاج مزيد. صحيح. محتاج ان انا اكون يعني اغلظ يد القانون اكتر من كده بحيث ان انا امنع تعديات على الارض الزراعيه. انا فعلا بايد ده جدا، وده اللي بنامله ان شاء الله في الفتره اللي جايه. تطوير 10 بحيرات لزياده انتاج الاسماك الى 2.5 مليون طن، ده عنوان خبرنا اللي جاي، وده الكلام اللي اكده دكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، اكد على ضروره تنميه وتطوير 10 بحيرات شماليه لزياده الانتاج السمكي الى 2.5 مليون طن خلال 3 سنوات، وتخفيف الضغوط على اللحوم الحمراء وتخفيض الاسعار، وذلك ايضا من خلال التنسيق مع هيئه تنميه الثروه السمكيه ومحور مشروع قناه السويس. وقال انه سوف يتم استكمال مشروع تطبيق الحيازه الالكترونيه كارت الفلاح تمهيدا لبدء التنفيذ في يوليو القادم، والذي سوف يستفيد منه اكثر من 7 ملايين مزارع، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه والحد من التعديات على الاراضي الزراعيه، بالاضافه الى تطبيق منظومه التامين الصحي على الفلاح. وكمان أشار الوزير إلى أن شركة التكامل مع السودان سوف تعقد قريبا اجتماعا لدعم التعاون الزراعي بين البلدين وزيادة الاستثمار مع دول حوض النيل. تعليق حضرتك على الخبر، بس احنا عايزين نشرح موضوع الكارت الذكي ده قد ايه فعلا هيفيد الفلاح، وكمان ان احنا نهتم بالثروة السمكية والبحيرات اللي موجودة وبأوضاع الصيادين ونحط تحتها 50 خط. تمام. ده هيسهم في حل المشكلة في الضغط طبعا على اللحوم وعلى الدواجن. هو طبعا حضرتك المفترض ان احنا بنتكلم على انتاج توفير احتياطيات امن غذائي بشتى الطرق. لما بتتكلمي عن ثروة سمكية بنتكلم على ميزة نسبية بتتميز بها مصر، عندنا بحيرات كتيرة متعددة، عندنا مناطق ممكن تتعامل زي ما السيد الوزير قال ان احنا بنتوسع في عمل 10 بحيرات للثروة السمكية. لما بنيجي نتكلم على الأسعار في بدايل اللحوم، بدايلها في أسماك، في دواجن، لما بتحملي على سلعة واحدة فبالتالي طبقا لقانون العرض والطلب بيزداد سعر السلعة. لما المستهلك يلاقي قدامه سمك، قدامه فراخ، قدامه لحوم، قدامه كل الكلام ده كله بيبقى فيه بدايل، وبيبقى عنده فرصة ان السلع دي بتتنافس مع بعضها، فبالتالي بيعم على المستهلك البسيط انه بياخد سلعة منخفضة السعر. الكلام ده كله طبعا لما نيجي نتكلم على زي ما حضرتك اشرتي على الكارت الذكي بالنسبة للفلاح، احنا لما بنتكلم على الدعم الموجه للفلاح، الدعم الموجه في سولار، في منتجات معينه بيحصل عليها الفلاح. بس منظومه الكارت دي محتاجه قبل ما نيجي نتكلم على اطلاق المنظومه نفسها محتاجين يكون في عندنا قاعده بيانات فعلا دقيقه وصحيحه اقدر على اساسها اشتغل على الكارت، لان منظومه الكارت عندنا برضو مشاكل كثيره مع منظومه الكارت، عشان بيئة البيانات والمعلومات
لغايه دلوقتي مش متوفره، انما لو ربنا كرم ان شاء الله وبيئه البيانات والمعلومات وكل الاحصائيات اللازمه اللي تقول لي انا عندي كام فلاح، عندي كام فدان ارض زراعيه منزرعه، عندي حتى لما بتيجي تتكلمي على الاحصائيه دي بتوفر لك تركيبك المحصولي، ما انت عارفه انت عندك محصول على سبيل المثال قمح قد ايه، قطن قد ايه، ذره قد ايه، معروف قصه الزراعه بتسير ازاي في المنظومه. صحيح. فطبعا ده اتجاه محمود وشيء جميل، ونتمنى ان احنا نلحظ بالفعل تنميه زراعيه على ارض الواقع وربنا يكرمنا ان شاء الله. توفير مناخ جاذب للاستثمارات على رأس أولويات عمل الوزارة، ده الكلام اللي أكدته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنها بتضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة العمل بما يسهم في تعزيز جهود رفع معدلات النمو. وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مع الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأكد الشيخ رغبته في زيادة استثماراته والاستثمارات السعودية عموما في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع طرح الحكومة المصرية الكثير من المشروعات أمام المستثمرين. تعليق حضرتك على الخبر. هو قبل ما نعلق بس على الخبر، هو إحقاق الحق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تعتبر من الوزراء المناضلين اللي فعلا يعني بنلمس ليهم جهود واضحة يعني على أرض الواقع. لما بتتكلمي طبعا على الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، ده شيء جميل، وبنطالب إن القانون أو اللحق اللي التنفيذية بتاعت قانون الاستثمار يعني تظهر للنور في الوقت اللي احنا فيه. برضو معلش في أزمة ثقة ما بين المستثمر وما بين الحكومة، سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، محتاج ان هو يكون في جسور ثقة موصولة ما بين الحكومة والمستثمر، محتاج ان احنا تكون الخطوط واضحة، يكون في بروتوكول تعاون واضح ما بين المستثمر وما بين الحكومة، على أساسه ان الراجل المستثمر جاي مش جاي عشان سواد عيوني، طبعا هو جاي عشان بيسعى للربح، وانا طبعا برضو بسعى ان هو يعمل تنمية ويعمل رخاء ويعمل عمران، فالمصلحتين يتقابلوا هتلاقي فعلا يعني مناخ استثمار جاذب، وهتلاقي الاستثمارات بتاعتنا يعني هتكون خدت معدلات افضل ان شاء الله. ان شاء الله. رئيس مجلس الوزراء بيفتتح معرض القاهرة الدولي، تعالوا نشوف اخبار معرض القاهرة ايه. افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته 50 اليوبيل الذهبي تحت شعار إفريقيا في قلب مصر، ويشارك في المعرض هذا العام مجموعة كبيرة من شركات مصرية وعربية وإفريقية ودولية. وفي تصريحات صحفية عقب الجولة أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على أن تكون للصناعة المحلية تواجد قوي داخل المعرض. ده موضوع مهم ان احنا نبقى شعب مستهلك، طبعا ده شيء عايزين ننساه، نبقى شعب منتج ويبقى طبعا منتجنا المحلي على راس المنتجات، وده شيء مهم. صحيح. اكيد صحيح. هو بالفعل في جهود يعني جهود حثيثه الفتره اللي فاتت تم بذلها من خلال يعني مبادرات شجع الوطني المنتج الوطني الكلام ده كله، فده شيء جميل ان احنا بنتكلم على الصناعه الوطنيه. لما نيجي نتكلم على الصناعة الوطنية بنتكلم على الدولار، يعني أنا نفسي على المستوى الشخصي يجي يوم محدش يسأل على أسعار الدولار، يجي يوم نقول أسعار الجنيه إيه، أسعار الجنيه المصري. لما تيجي تتكلمي حضرتك على المنتج الوطني بتتكلمي على جنيه مصري بيستعيد عافيته وسط العملات كلها، بتتكلمي على اكتفاء ذاتي، أنا مش محتاج أسأل دولار بكام أو أحتاج دولار بكام. لما بنيجي نتكلم على افريقيا في قلب مصر، طبعا ده يعني ده شيء جميل، لما ان احنا تعتبر مصر يعني هي مصر قلب افريقيا بالفعل. وان احنا تكون في تبادل العلاقات الاقتصاديه في شتى المجالات ما بين دول افريقيا ودول القاره السمراء، وده يعني نتمنى ان احنا نشوف في الفتره الجايه طفره جديده في العلاقات الافريقيه، وفي نفس الوقت المنتج الوطني يكون له الاولويه والصداره ان شاء الله. اكيد. التموين بقى دفعت بسيارات محمله بالسلع الغذائيه الى القرى، وده طبعا لمواجهه الغلاء،
وده اللي وصلته الاجهزه الرقابيه خلال حملتها على محتكري السلع الغذائيه، ونجحت الاداره العامه لشرطه التموين في ضبط 150 طن سلع غذائيه احتكرها التجار في اطار الحملات التموينيه بناء على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه. وعلى جانب آخر، أفاد مصدر بوزارة التموين أنه سيتم التوسع في افتتاح المنافذ التي تطرح السلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، بالإضافة إلى ضخ عشرات من السيارات المحملة بالسلع الغذائية للقرى والنجوع، وده طبعا لمواجهة جشع التجار ومحتكري السلع الغذائية والقضاء على غلاء الأسعار. طبعا احنا بنسمع عن المنافذ دي كتير، وكمان وزاره الزراعه عامله منافذ ليها، القوات المسلحه كمان، الشرطه دخلت في الموضوع وهتفتح مول او هايبر خاص بيها. ده مهم، لكن احنا مع عدد محافظاتنا وعدد القرى والناس الكتير اللي فعلا هل من مزيد؟ بالظبط، هل من مزيد؟ الناس محتاجه. تمام، تعليقك على الموضوع ده ايه، وفعلا ازاي وزاره التموين هتقدر تنسق الموضوع وتحسس جميع الطبقات والفئات في كل مكان في مصر بوجودها؟ والله يا فندم انا من الناس اللي يعني اللي انا شايف ان انا من الناس القلائل اللي بطالب ان الدوله يبقى ليها دور كبير جدا جدا في مسألة المجمعات ومسألة منافذ السلع. حضرتك بتتكلمي على دولة اقتصادها سوق حر، لازم يكون عندي آليات السوق الحر للعرض والطلب. إذا ما كنتش قادر أوفر السلع بوفرة للمستهلك، هقع بالفعل تحت رحمة القطاع الخاص وتحت لما باجي أتكلم على الأسعار، ويرجع تاني برضو العملات والصرف والكلام ده كله. فالمجمعات ده توجه جميل من وزارة التموين والتجارة الداخلية إن هي تطور المجمعات الاستهلاكية وتحاول إن هي تضخ المزيد من السلع، ويكون في تنوع في السلع المعروضة في المجمعات على أساس تلبي رغبة كل وأذواق كل المستهلكين. محدش يروح المجمع يلاقي سلعة معينة بعينها موجودة، بس عايز أروح المجمع ألاقي كل الأصناف كل الأنواع من كل السلع. تعملي حضرتك حركة منافسة ما بين المجمعات وبين سلاسل المحلات الكبيرة، فبالتالي كل الكلام ده بيصب في صالح المستهلك، بيصب إن أنت بتتكلمي على أسعار منخفضة، على رخاء بشتى الطرق. فطبعا ده يعني شيء جميل اكيد، واتمنى ان كل الناس تلاقي احتياجاتها بسعر كويس، وكمان المنتجات دي تبقى منتجات ذات جوده، ذات جوده، مش بس متوفره، وان الناس تبقى عندها تشكك في تنوع. بالظبط. انا بشكرك يا فندم على وجودك معانا، الاستاذ ربيع شعبان الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا ليك. ومشاهدينا دي كانت فقرتنا الاخباريه لهذا اليوم، الحمد لله فقراتنا كلها اخباريه وفقراتنا ايجابيه كمان حلوه جدا. ده كان جزء من حلقتنا، الجزء اللي جاي هنبتديه حالا مع فقراتنا الحواريه، هنشوف اول فقراتنا ولكن بعد ما نرجع من الفاصل، استنونا.